قومت توصيات من كل الدوائر الحكومية تجيبوا له يعني صحيح ايه فيشغلوه على اسقاطات تكون فاعل بالشأن العام وتشتغل بالشأن العام اسقاطات مو مشكله يعني الاخر وانا شفت تعامل مع الاسقاطات اوكي هو جزء من ذكائك انت شلون تتعامل الاسقاطات اللي يصير بغداد والجنوب قاتله إذا قمنا بدراسة أكاديمية علمية دقيقة سيكون النسبة أكثر لأنه هي القضية في المجتمع الكردستاني قضية مسكوت عنها كان ولكن الآن الصحافيات والإعلاميات عندما يتعرضنا للتحرش يسجلنا هذا يعني يشتكينا سواء في المنظمات أو في مراكز الشرطة هذا شيء جيد يتعرض الصحفيين والصحفيات للانتهاكات بحقوقهم الصحفية منها الطرد من العمل ومنها إغلاق القنوات ومنها تقليل الرواتب ومنها زيادة في ساعات العمل بشكل عام هناك 50% من الصحفيات يتعرضن للانتهاكات أثناء العمل منها انتهاكات عملية صحفية ومنها الطرد ومنها إغلاق القنوات يعني أكثر من 500 صحفي سجلوا أساميهم عندنا لأنهم أصبحوا عاطلين عن العمل ولكن من بين هؤلاء العاطلين هناك عدد من القضايا منها التحرش الجنسي منها الإيحاءات الجنسية ومنها اللمسات يعني لا سمح الله العابرة لكن بشكل عام التحرش الجنسي لم تصبح ظاهرة وإنما هناك انتهاكات بحق الصحفيات صحفية من يتحرشون بها بالسوشيال ميديا أو بالعمل يم العمل الصحفي أثناء العمل الصحفي هي ما تقدر تقدم شكوى لأن أكو مثل ما قلت قبل أكو يعني من هي تشتغل أكو معوقات اجتماعية أكو معوقات من طرف الأسرة همنا أكو معوقات في المحكمة أكو إجراءات روتينية وهي تخاف يعني وحقها تخاف إنه يسوون يمها أو يحجون عليها أو يقولون هي مو زينة هيجي على مود هي ما تشتكي إي أكو صحفيات ما تشتكي وتعرضنا للعنف همينا مو بس التحرش تعرضنا للعنف ولسلب حقوقهن